فايز اليوم نحن دائما في كل بداية موسم نسوي هذا الحفل عشان يكون تحفيز لجميع اللاعبين، وهذه الجوائز تعطي اللعيبة حقوقهم. يعني اللاعب المميز واللاعب المجتهد واللاعب اللي تعب على نفسه، هذه النهاية، هذه الإنجاز الجميل في نهاية المشوار، يعني في نهاية الدوري، هذا يعني إنجاز اللاعب. هذا نبغى نظهر للناس أن اللاعب اللي يتعب على نفسه أو المدرب اللي يجتهد في النهاية يكرم ويكافئ يعني هاي الجوائز انحطت لهذه هالنوعيات من الناس اللي تسوي إنجاز واللي تتعب وتشد حيلها. تصور أن كل اللاعبين أو كل المدربين اللي حصلوا الجوائز يستحقون، لأنهم بالفعل أبلوا بلا حسن في الموسم اللي طاف. مثل ما قلت لك إنه يعني اليوم جميل نحن نشوف إسماعيل مطر للسنة الثانية على التوالي. العام كان أفضل لاعب من خير اختيار الجماهير، السنة نشوفه من أفضل اللعيبة. علي صالح نفس الحاجة، كان أفضل لاعب صاعد أو واعد، اليوم نشوفه من أفضل اللاعبين. هذه كلها أشياء إيجابية بالنسبة لدورينا. فرح حق إخواننا اللي فازوا اليوم، ونقول حظ أوفر حق إخواننا اللي ما فازوا، ونتمنى إن شاء الله إن هذا يعطيهم دافع حق الموسم القادم إنهم يكونوا موجودين وهم يحصلون على هالشيء إن شاء الله. أكيد في النهاية مثل ما قلت، اليوم أنت إذا تشوف مجهودك وآخر شيء مجهودك يطلع وتتوج بهالصورة الرائعة أو على قولتهم المثالية، حتى أفضل من المثالية صراحة. أتوقع أن كل واحد يسعى أن يكون موجود هنا، هذا دافع حق كل اللاعبين، وإن شاء الله إن شاء الله أن يعني نشوف في تنافس أكثر، نشوف في ندية أكثر، وهالأشياء طبعا تساعد أن ترفع من هالمستوى إن شاء الله.